الحضور ديالي اليوم في هذا المحل وفي هذه الحومه هو حضور عنده طعم اول وطعم ثاني. الطعم الاول هو ان الحضور لمسانده الصديقه الفنانه نعمه اللي كنعرفها مده سنين، فنانه مسرحيه وفنانه حضرت لها بزاف الاعمال وبيناتنا صداقه ودائما كنتمنى لها الخير. وطبيعه الحال من فكرت في هذا المشروع هضرات معايا وفرحت لها بزاف، فرحت لها من قلبي بحال اختي الصغيره دارت محل. وهذه ابسط حاجه هو انني نجي نحضر معها في يوم الافتتاح، هذه ابسط حاجه هي انني نبين لها ولا تحس على انني مساندها. ثاني شيء انا في الحومه ديالي هنا فين تزاديت في حي العكاري هنا فين قريت، يعني ثلاثه ديال كاين الاعداديه والثانويه اللي قريت فيها هي حدايا وعندي ذكريات في هذه البلاصه هذه، وحتى الوالدين قراب دونك غتكون قريبه ليا. وقت ما نجي نطلع للوالده غندوز عند نعمه نفطر ولا نجيب الوالده والوالده الوالد حتى هما يجي يفطروا هنا، لانه صح عندها حويجات زوينين خصوصا الفطور الشمالي وكنعرفوا الفطور الشمالي ما يحتويه من حويجات زوينين بزاف. انا شخصيا ملي كنمشي لطنجان كنتمتع بالفطور الشمالي. اللي نقول لها اختي نعمه الله يفقك والله يسهل عليك، ونتمنى بزاف الفنانه انهم يفكروا في حياتهم وحدهم باقي صغار يديروا مشاريع صغيره واخا بحال هذه وتدرجوا حتى يكبروا ان شاء الله، هكا يضمن لهم ذاك العيش الكريم وواحد المدخول اللي يخليهم يعيشوا واحد الاريحيه ماديه وبالتالي اريحيه فنيه. وهي المرحلة اللي كانت كدوز منها بلادنا في ظل الانتخابات ديال 8 شتنبر، مرحلة كانت صعيبة. وكأب لواحد الأسرة اللي عنده وليدات وعنده هزم هم ديال هذه الأسرة وبالتالي عندي هم ديال هذا البلد بحالي كأي مواطن مغربي تابعت الشأن السياسي، حتى أنا انخرطت بانتخاب ديالي على حزب اللي شفتو على أنه يستحق ولا أنه يقدر يقود المرحلة. ثاني حاجة كنشوفوا الهجومات اللي كتعرض لها بلادنا من اطراف خارجيه، ما يمكنش نتجاهل ولا يمكنش ندير راسي في الرمله ولا ما يمكنش ننسى، بالعكس خصني نكون حاضر بالمواقف ديالي سواء بالتعليقات سواء بفيديوهات سواء بالتنديد، لانه ولا هادشي اللي ولات كتعرض ليه بلادنا ولا كيفوق الصبر ولا ما بقيناش خصوصا الاكاذيب خصوصا الاشاعات خصوصا. لذلك انا مواطن مغربي كاي مواطن يجعزه ما يدور حوله وكيقول وكيحاول ما امكن يوصل صوته الصغير ولا يقول الكلمه ديالو ولا يقول الراي ديالو اللي عبر واحد الموقع ديالي ديال الانستغرام ولا اليوتيوب ولا الفيسبوك. كنقول فوالا هاش كنحس وهاش كنشوف وهاش كنتطلع هلاش كنتطلع. هي في الوقيته اللي شوف في الوقيته اللي تصابت انا الاول وطلبت من الزوجه ديالي على انها تمشي مع البنات عند والديا ونبقى انا نصارع بوحدي، مع انني حدا ضعيف حدا المرض، انا من الناس اللي ما كيتحملوش المرض. انها تقبلت انها والله يرضى عليها على انها تبقى معايا وتقابلني واقفه معايا، وبالتالي تصابت بجوج. ودائما ولات عندنا واحد الذكرى رغم انها ذكرى اليمه لان كنا كنعاني وخصوصا انا كنت كنعاني اكثر منها، ولكن واحد العشر ايام اللي عمرنا ما عشنا متقاربين عمرنا ما عشنا متعاطفين ومتالفين اكثر من ذاك العشر ايام اللي بصح اللي كنت عايش بحال شي امير في ذاك الدار. لا اكيد شوف هي اكيد الله يرضى عليها دنيا واخره، وهذاك الشيء اللي دارته من اجلي غادي يبقى التاج على راسي ما حييت، وماشي غريب عليها وماشي غريب على اي مغربيه تحطت في ذاك الموقف غاتساند راجلها وغاتوقف معاها كيف ما وقفه معنا في ماشي غير في كورونا. يا ما كورونات دازوا عندنا خصوصا في المسار الفني دي هو دي با، ربما كنخدموا شهر وكنجلسوا عام، كيفاش كيستوعبونا كيفاش كيتقبلوا الوضعيه ديالنا كيفاش كيساندونا. الا كنا كنخرجوا بهذه الانرجي اللي كنتلاقاكم بها اكيد راه كتكون من الدار، الا كانت اول مسانده راه كتكون من الدار. لذلك بالاسم ديالي واسم جميع الفنانين الرجال تنقولوا للنساء ديالنا وعلى راسهم الزوجه ديالي شكرا اليكن لولا كنا لما كنا.